هسه راح نتطرق بعد ما خلصنا الاكيوت جاسترونترايتس الى اهم المايكرو اورجانيزم اللي ممكن تؤدي الى جاسترو انترايتس. راح نبدا اول شيء بالبكتيريال يعني كوزيس، واول ما نبدي بالجماعه التوكسين ميديتد، يعني احنا شرحناها تقريبا، فما فد شيء اضافات، بس فد شيء بسيط يعني مثلا بالستاف اورس راح شو نسوي؟ راح يكون عندنا شغلتين مهمات، انه هي رابيد اونست يعني بغضون 6 ساعات تبدي الاعراض عندنا مال توكسين مالتها، وتبدي اول ما تبدي فوميتنج، يعني ستارت وذ فوميتنج، وحتى الدياري ممكن كلش يعني واضحه بقد ما الفوميتنج واضح. اضافه الى انه يصير وياها significant leukocytosis، هذني مهمات. وخلي بالنا ان هي قلنا سير ليميتد وما ننتهي منها. اللي خوفنا منها انه هي ممكن تسوي لنا سيفير ديهايدريشن، هاي كل ما يخص الستاف اوريوس. الباسيلس سيراس، قلنا بان الباسيلس سيراس ماكفت شيء، يعني تكون جرام بوزيتيف ما بيها مشكله، احنا عرفناها انه هي جرام بوزيتيف رود. وقلنا نفس الشيء هم يكون رابيد اونست، هم غضون 6 ساعات، وهم تبدي ويا فوميتنج وسم دياريا، يعني دياريا تكون بسيطه، وبس السورز مالتها راح يكون هو التمل بايت فرايد ريس، راح يكون هو الاول، والصلصات هي ايضا تكون مصدر لل باسيلس الراس. وكمعلومه ما لها علاقه بالجاسترونترايتس، احنا قلنا التوكسين ميديتد هي ما لها علاقه، يعني ما يحتاج انتي بايوتيك تريتمنت، بس بشكل عام يعني الباسيلس الراس تكون ريسيستنت المن، تكون ريسيستنت للبنسلين والسيفالوسبورين. ليش؟ لان تفرز لنا بيتا لاكتاميز، بالعد منو يشتغل عليها؟ اللي يشتغل عليها بما انه هي جرام بوزيتيف، اذا الفانكومايسين راح يشتغل، وراح يشتغل عليها ايضا الكاربابينيمز، اضافه لل ممكن عائله الماكرولايت ايضا ممكن ايضا تشتغل عليها. المهم هذا مو مهم بالجاسترونترايتس، لان احنا سمعنا انتي بايوتيك. الثالث وحده اللي هي كلوستريديم بيرفنجيوس، اللي ما اكفد ملاحظه عليها، مجرد انه هي جرام بوزيتيف رود ويجولي سيف ليميتد، هذا كل اللي ممكن نقول عليها. نجي على الاسباب اللي تكون نتيجه البكتيريا ذات نفسها، يعني البكتيريا الكوزز. واول وحده عندنا من هي الكامبيلو باكتر جيجيني. الكامبيلو باكتر جيجيني اول شيء نعرف عليها انه هي جرام نيجاتيف، هاي اول شغله. واهم شغله انه هي الموست كومون بكتيريال كوز اوف جاسترو انترايتس، وين؟ باليو كي، هاي لانه الاغلب ما كوصل دراسات. هاي معلومه مهمه. زين احنا قلنا بالجاسترو انترايتس بالفود بويزنج اسوشيتد، يعني قلنا المأكولات المرتبطه وياها، قلنا بانه جماعه الاس اس سي سي اي اي واي واي، قلنا الاول اس واول سي واول واي والاول اي والواي كلهن يكون مرتبطات من المنتجات الحيوانيه، ومن ضمنها قلنا الاس سي قصدي اللي هي كامل باكتر جيني. فكامل الباكتر جيني مصدرها زونوسز، فتشوفها من منتجات حيوانيه يعني من لحوم وغيرها. ايضا ممكن نشوفها تعيش بالفريش ووتر، ممكن تبقى لاسابيع يعني عايشه بالفريش ووتر. زين الانكوبيشن بيريود مالتها راح تكون عباره عن 2 إلى 5 أيام، ماكو فد شيء يعني هذا الشيء. والشغلات تميزها انه هي بيها كوليكي ابدومينال بين، كوليكي ابدومينال بين، وقلنا سوينا بلاد دياريا، فممكن تشابه لك الابندسايتس، يعني كوليكي ابدومينال بين وخاصه بالرايت شويه باللور ابدومين، فممكن تشابه الابندسايتس. زين الشغلات الاخرى خلي بالنا بانه هي سيلف ليميتد، تكون سيلف ليميتد، و يعني تحتاج 5 إلى 7 أيام وتروح من يومها تلقائيا.
بس ننتبه انه ب 10 الى 20% من المرضى ممكن تستمر يعني تبقى سمتوم من فتره طويله. فبالحاله يعني لازم ننطي انتي بايوتيك ويكون سبيسيفيك عليها. ليش؟ لانه هي ريسيستنت، يعني ريسيستنت لي مور ذان وان دراج، يعني مثلا البنسلين والسيفالسبورين يعني شبه ما يشتغل عليها يعني. فلما تيجي تنطيها الدراج اوف تشويز هو الازيثرو. الازيثرو هو الدراج اوف تشويز، واخوه الاريثرو هم شغال نفس الشيء. مو يجي ورا من وين؟ يجي ورا السبرو فلوكسيسين والليفو اخوه، يجي وراهن الكاربابينيم وعائلة الكريمة، يجي ورا اخير شيء ممكن الاوغمنتين، ممكن يعني ممكن يشتغل هو وجنتامايسين، ممكن شوية به مجال انه يشتغل. وخلي بالنا بانه الكامبيلوبكتر جيني هاف بين اسوشيتد وذ جيليان باري سندروم ورايتر سندروم اللي هو بوست انفكشيوس ارثرايتس. ماشي زين، نجي على انذر بكتيريا اللي هي السالمونيلا. بالنسبه للسالمونيلا ما كفد ملاحظات عليها، بس انه خلي بالنا انه البار 2-5 وال2-5 يعني جماعه التيفو ما لها علاقه بالجاسترونترايتس غالبا، يعني يكون غير يعني غير تايب يسموها من نوع ال الانتريكا هي اللي تكون لها دور بالجاسترونترايتس يعني، وغالبا تكون يعني ريسيستنت للسبروفلوكسيتين بس يشتغل عليها الازيثرو عادي. فيعني ما كفد ملاحظات ممكن واحد يطرق لها بشكل كبير. زين بعدها راح نجي على الايكولاي. احنا عرفنا بانه الايكولاي يعني هي اصلا تعتبر يعني نورمال فلورا موجوده بالكولون. فشو وقت ممكن يسوي لنا انفكشن؟ يسوي لنا انفكشن يعني هي اولا هي مو كلش كامل انه الكاسترونترايتس تكون سبب ايكولاي. المهم يسوي لنا انفكشن شو وقت؟ احنا قلنا انه هي نورمال فلورا، شو وقت تسوي؟ تسوي اذا شخص صار عنده يعني كولونايزيشن بنيو سترين، صار عنده كولونايزيشن بنيو سترين. هاي اول وحده. ثاني ان شاء الله ممكن تؤدي اذا البكتيريا اكتسبت بلازميد من انذر بكتيريا فينقلها خواص جديده تساعدها على انه يصير انفكشيوس. ثالثا اذا شخص ترافلر يعني انتقل لمنطقه جديده فتعرض لانفايرمنت جديدة ممكن خلت الايكولاي تكتسب صفات جديدة. فهاي هي اللي تخلي ممكن الاعراض. المهم احنا عندنا 5 تايبز من الايكولاي. اول نوع من الايكولاي هي منيا هي الانتيرو توكسي جينيك ايكولاي. الانتيرو توكسي جينيك ايكولاي يعني احنا كل نوع حنفكر عليه فد شيء محدد مهم. فالانتيرو توكسيجينيك انتبه هي شنو؟ توكسيجينيك بيا حرف التي. فهي على هالاساس هي نربطها بكلمه شنو؟ الترافلر. يعني من نسمع انتيرو توكسيجينيك اذا بيا حرف تبدي بالتي اذا هي ترافلر. شنو ترافلر؟ هي الموست كومون كوز اوف ترافلر دياريا. بعد منو؟ بعد السالمونيلا والشيجيلا والكامبيلوبكتر ذيكينا كلهم يجي وراها بالنسبه للترافلر. فهي الموست كمون نسمع ترافلر دياريا اول ما تاخذ بالنا من الموست كمون كوز قبل نذكر انه التوكسيجينيك ايكولاي تبدي بالتي والترافلر يبدي بالتي. هاي المعلومه اللي اكثر معلومه تهمني انا بالنسبه للانتيريو توكسيجينيك انه هي تكون سكرتوري دياريا وسي اوف ليمتد. وهي اهم شيء هاي المعلومه. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو الانتيرو باث باثوجينيك ايكولاي. الانتيرو باثوجينيك ايكولاي هم المعلومه الوحيده اللي ممكن تفيدني انه هي تهم منو؟ تهم الانفانت، يعني هي اكثر شيء تصيب الانفانت فيهمني وتكون ووتري دياريا. مثل ما هذيك هم ووتري هاي هم ووتري. زين النوع الاخر اللي هي الانتيرو انفيزيف ايكولاي. الانتيرو انفيزيف ايكولاي اول معلومه خليها ببالك اللي تعرفها هي انه هي يعني تشبه الشقلة، لان الشقلة هم تكون انفيزيف فهي تشبه الشقلة وما تفرز لنا توكسين. هاي اهم شيء هم بالنا وتكون سيرف ليمتد. زين بالنسبه للنوع الرابع اللي هي تكون الانتيرو
ريجيتيف اي كولاي، هاي ما عندي اي مع تعليق عليها، ما لها اهميه هواي يعني. زين، النوع الخامس اللي هي اهم وحده هي الانتيرو هيمو ريجيك اي كولاي، هاي اهم وحده. ليش اهم وحده؟ نرجع ونقول هي بيش بدت البيع حرف هيموريجيك. اذا قبل ما اشوف هيموريجيك اتذكر ان هي هاي اللي تسوي لي الهيموليتيك يوريميك سندروم. اوكي، هو شنو شنو اللي يعني شنو ليش تسوي لي هيموريتيك سندروم؟ الانتيرو هيموريجيك اي كولاي بيها اكثر من سيرو تايب، منها او منها اتش. المهم هاي تميز لي يعني هي تميز بشغلتين. اول شغله انه بيها جين المين، هذا الجين جين للادهيجن ادهيرنس، يعني فتقدر تتصل بالسيرفس بسهوله. ثاني شغله ممكن هي انه تحتوي على بلازميد. زين، هذا بلازميد شو يسوي لي؟ ينتج لي تو فيرو توكسينز. هاي التو فيرو توكسينز تشبه من وين؟ تشبه الشقله توكسين. المهم هاي التوكسينات هي اللي راح تسوي لي الهيموليتيك يوريميك سندروم، لان راح تطلع من الباول وتروح ممكن للجلوميرولاي برينال وتسوي لي هيموليتيك يوريميك سندروم. من اكثر سيرو تايب مرتبط ويا الفيرو توكسين هو الاثنين. من هذين الاثنين الاكثر واحد هو اكثر واحد هو الاو 157 اتش 7، وثاني واحد هو الاو 104 اتش 4. المهم نخلي بالنا بانه من هو الريسيرفوير، من الخازن لهاي النوع من البكتيريا. نفس ما قلنا بالغاسترونترايتس انه اكلات الاعشاب جماعه، اللحوم الابقار، الماء الملوث بالمزارع مع حيوانات والحليب والشغلات كلها مصدر للعدوى. ايش دين اني شلون؟ زين، بما انه هاي احنا قلنا بوقتها بانه الهيموليتيك يوريميك سندروم تصير بجد ب 10 الى 15% من مرضى او من اللي يساعدهم انتيرو هيموريجيك ايكولاي، واحتمال واكثر شيء بالعمرهم بالاكستريم اوف ايج، يعني الفيري الدرلي واليونج ايج. وقلنا بانه احتماليه انه تصير تزيد اذا انطينا انتي بايوتيك. ليش؟ لان الانتي بايوتيك يقتل البكتيريا ويخلي الفيروتوكسين يتحررن. زين، انا شلون يعني شلون ممكن اعرف؟ احنا صراحه المفروض بالكلتشر يعني والبي سي او ذي شغلات نعرف انه هي السبب ونمنع الانتي بايوتيك. بس ممكن ككلينيكال هنت انه اولا ب 70% اوف بيشنت شو يسوي لي؟ يسوي لي يونيفورملي بلادي دياريا. اوكي، يونيفورملي بلادي دياريا. ثاني شغله انه هي تكون اسوشيتد ويا سيفير ابدومينال بين. ورابط شغله انه يكون عندنا فيري هاي بريفرال ليكو سايت. يعني ممكن تعطينا فد هنت على انه هي مشكله. اضافه انه هذا الفيتوكسين بس ياثر على الرينال ويسوي لنا هيموليتيك كرونيك سندروم، ممكن ياثر على الهارت، ممكن ياثر على البرين، يعني نشوف اكثر من يعني مكان افكتد. وش وقت تبدي هيموريتيك سندروم؟ هيموريتيك سندروم عاده ورا 5 الى 7 ايام من الاونست اوف سيمتومز يبدي عندنا هيموريتيك سندروم. هسه ننتقل لانذر بكتيريا، وهسه راح ندخل بالبكتيريا المهمه، اهم البكتيريات راح نطبقينها. هسه البدايات كانت يعني مو كلش مهمات. المهم عندنا كلوستريديم ديفيسيل. زين، اولا هي شنو هي؟ جرام بوزيتيف، قصدي اي بوزيتيف انايروب، ماشي جرام بوزيتيف انايروبيك. وخليها بقى هاي اول معلومه لازم نعرفها. ثاني شغله هي الموست كمون كوز المن للانتي بايوتيك اسوشيتد دياريا. زين، شلون ممكن الكلوستريديم ديفيسيل؟ احنا نعرف ان الكلوستريديم ديفيسيل هي موجوده يعني كبارت اوف ذا نورمال فلورا، فشلون ممكن يسوي لنا دياريا؟ احنا قلنا شنو هي؟ انتي بايوتيك اسوشيتد، يعني شنو؟ يعني احنا نعرف انه بالباول احنا عندنا بالانس بين من؟ بين البكتيريا النافعه
والبكتيريا الضارة. زين، من الشخص ياخذ انتيبايوتكس خاصة البرود سبيكترام، شيء اكيد النافعه يعني دائما هي الضعيفه، فدائما هي تكون سسبتبل يعني للبرود سبيكترام، بينما الضاره عاده شويه تكون ريسيستنت، وخاصه كلوسين ديفيسيل يعني كلش تكون ريسيستنت لمالتيبل تايب اوف انتي بايوتيك. ف من راح تروح نافعه توقع الضاره راح يختل البالانس، فتبقى ساحه فارغه الما للكلوسيديا، فيصير بها مالتيبليكيشن وبروليفريشن، فتبدي الكلوسيديا تفرز لي شنو؟ تبدي تفرز لي توكسين، توكسينز اللي هنا من اللي هنا الاي والبي. توكسين الاي يروح يدمر الانتستاينال ميوكوزا، ماشي. البي يروح يسوي لي، البي يروح يسوي لي ابوبتوسيس ايضا بالميوكوزا، فيسوي لنا بالمحصله راح يصير عندي شنو؟ دمج المن للميوكوزا، ممكن هذا الدمج يوصل لسيدو ممبرين. هسه راح نشوف شلون. فمن نجي على يعني يسوي في يعني قصدنا يسوي لنا شنو؟ يسوي لنا سيدو ممبرين كولايتس، ممكن يوصل لهالدرجه يعني. المهم بس فلما نجي على الكلينيكال فيوتشر، بنجي على الكلينيكال فيوتشر مال ال الكلوستريدم ديفيسيل، فخلينا بالنا بان المانفستيشن ممكن رينج فروم مايلد دياريا الى لايف ثريتنينج شنو؟ سيدو ممبرين كولايتس. زين، وخلي بالنا ان 80% من الحالات تصير باللي عمرهم فوق ال 65 سنه. زين، وشو وقت تصير؟ تصير يعني خلال اخذ الانتي بايوتيك او بعد ست، او ممكن يعني ممكن تمتد الفتره الاحتمال ان حدوثها بعد 6 اسابيع من الانتي بايوتيك، انتهاء الانتي بايوتيك. زين، تبدي الاعراض راح تبدي بلور ابدومينال بين وياها دياريا، ماشي. لور ابدومينال بين وياها دياريا، واللي تكون بالاغلب بلادي، ماشي، وياها هاي فيفر، وحتى ممكن يعني تشابه والسيرتيف كولايتس، يعني ممكن يجيك اعراض مشابهه للسيرتيف كولايتس. ليش؟ لانه ممكن حتى يجيك بتوكسيك دايليتيشن للكولون، وممكن يوصل لبرفوريشن يعني، ماشي. فممكن يشابه السيرتيف كولايتس. نجي على هسه الانفستيجيشن. الانفستيجيشن حتى نعرف انه هي عندنا كلوسيديم ديفيسيل، يعني شنو الانفستيجيشن اللي ممكن نسويها؟ خلي بالنا بانه الجماعه لما يكون عنده انتي بايوتيك اسوشيت دياريا، احتماليه انه نلقي، احنا قلنا الموست كومون هي كلوسيديم ديفيسيل، بس هي نسبتها تمثل 30%، بس من نلقي سيدو ممبرين كولايتس، من نلقي سيدو ممبرين كولايتس، فاحتماليه انه تكون كلوستريديا هي السبب 90%. زين، هسه من اني شكيت بان المريض عنده كلوستيديا ديفيسيل، هسه واحد يقول لي هو انت شلون شكيت؟ اقول انا شك اولا من يكون عنده هيستوري اوف انتي بايوتيك يوز، او لوين ممكن؟ ممكن حس 6 اسابيع هذا الهيستوري، هاي وحده. ثانيا من يجينا المريض ب لور ابدومينال بين ويا دياريا تكون بلادي ويا شنو؟ هاي فيفر، والاهم انه يكون عنده ابدومينال ديستنشن. يعني شنو ديستنشن؟ نتيجه شنو؟ نتيجه التوكسيك دايليتيشن، ماشي. فهاي شغلتين تخلينا نشك شويه بانه هذا المريض عنده كلوستريدم ديفيسيل، خاصة والثالثة اللي نخليها ببالنا انه ذا تشون اولد ايج، يعني جاك اولد ايج، عنده هيستوري اوف انتي بايوتيك يوز بالتحديد برود سبيكترم انتي بايوتيك، وجاك بلور ابدومينال بين وبلاد دياريا وهاي فيفر وابدومينال ستنشن يعني نتيجة ديسيتيشن، لازم افكر باحتمالية انه كلوستريدم ديفيسيل. زين، شلون راح اتاكد؟ راح اتاكد انه اول ما اسوي، اول شيء اسويه هو شنو؟ هو ستول، شنو؟ ستول سكرين. سكرين فور وات؟ سكرين فور وحده من اثنين، يا يعني اما اسوي سكرين لجلوتاميت دي هايدروجينيز اللي هو عباره عن انزيم تفرزه الكلوستريديم ديفيسيل، اشوفه موجود لو لا. ثاني او الخيار الثاني ان اسوي ستول بي سي ار فور كلوستريديا،
اذا واحد منهم طلع عندي، اذا واحد منهم طلع عندي بوزيتيف ذاك الوقت ارجع ايش اسوي حتى اتاكد، اسوي كونفرميشن، اسوي الايزا، الايزا المين للتوكسينات اللي هنا الاي والبي، نشوف اكو كلوستريديا توكسين اللي هي الاي والبي، اذا موجودات معناته هذا كلوستريديا ديفيسيل انفكشن. ممكن ايضا نسوي سيجمويدوسكوبي حتى نشوف السيجمويد برينكولايتس اللي ممكن يشابه الفيوتشر مال السيرتيف كولايتس لهالدرجه، وممكن نسوي سي تي يو اكس راي. ليش؟ حتى نشوف نشوف الدايتيشن ونشوف ما صار عندي بيرفريشن. زين، هاي بالنسبه للانفستيجيشن والشلون شخص. نجي على المانجمنت، انا خلي بالنا احنا نعرف انه الفيرست لاين اذا كان مايلد الى مودريت كيس، فقبل بوجهي شو تنطي؟ فلاجيل. ايش قد تنطي فلاجيل؟ ابر 500 ملي جرام اورال 1 في 3 فور ايش قد؟ فور 10 دايز. انتهى الموضوع. زين، لكن في حالة ان الفلاجيل ما فاد او كانت الحالة سيفير كيس، اوكي كانت سيفير كيس او كان الفلاجيل ما فاد او صار عندي ريلابس، بهالحالة نلجأ للفانكو مايسن. ايش قد ننطي؟ ايش قد؟ 125 ملي جرام 1 في 3 فور ايش قد؟ فور 7 تو 10 دايز. اوكي زين، المشكله وين بالفانكو؟ انه ممكن الفانكو يعني احنا ضامنين الشدايد المهام الصعبه، يعني مثلا لما يكون عندنا مرزة انفكشن، لما يكون عندنا انتيروكوكاس، يعني ذي النحسات. فانا من انطيه على مود كلوستريديا يعني احتمال انه سايند ريسيستنت، يعني هاي البكتيريا سايند ريسيستنت لها، ف واضافه لانه مبير لابس ريت، فيفضل انه انا اذا الفلاجي ما فاد مو قبل ابدي بفانكو، يعني اجرب الالترناتيف اللي هو الفيدوكسو في فيداكسو مايسن اللي هو بس يشتغل تقريبا على الكلوستريديا. مرات حالات كلش سيفير، يعني اذا كانت كلش سيفير تستوجب انه ممكن نستخدم انترافينوس اميونوجلوبولين، وممكن ويا ستيرويد، وممكن بحالات اخرى ممكن نلجا لفيكال ترانسبلانتيشن. اي يعني ننقل فيسز، يعني شلون بالله نجيب واحد من عائلته او واحد هيلثي وناخذ عينه من الستول مالته ونخلي نسوي فد موديفيكيشن ونخليه بكبسول او بانيما ونعطيها المريض بلحة. اي بلحة. فليش؟ حتى تعيد البالانس بين الكلوستريديا والنورمال فلورا. ممكن ايضا نعطي بروبايوتيك اللي هي تحتوي على بكتيريا مفيده، حبات تحتوي على بكتيريا مفيده، وممكن واللاست لاين عندنا اللي هو من هو اللي هو السيرجري. زين، وبهذا نكون خلصنا من الكلوستريديا ديفيسيل. زين زين، البكتيريا الاخرى المهمه هي الكوليرا او المرض الاخر اللي هو الكوليرا. منو يسبب لنا الكوليرا؟ مسبب الكوليرا هو الفيبريو كوليرا بالتحديد، خاصه سيرو تايب او 1. اولا هي جرام نيجاتيف كيرفيد بكتيريا، هاي معلومات عامه بشكل عام. نجي على الباثوفيسيولوجي، شلون الكوليرا سوينا هاي السيفير دياريا؟ اولا خلي بالنا احنا عندنا مور ذان 1 سترين اوف فيبريو كوليرا، فال يعني باث فيسيولوجي والسيمتوم راح تعتمد على السترين الانفكتيف سترين. يعني مثلا اذا كانت السترين اللي مسويت لنا الديزيز هي فد مايلد سترين، فراح شيء اكيد السيمتوم راح تصير عندنا راح تكون مايلد. بينما اذا كانت مور سيفير سترين تحتوي على انتيروتوكسين قوي، فايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا سيفير دياريا وديزيز. زين، من هم اللي عرضه اكثر للسيفير ديزيز او سيفير انفكشن؟ هم اللي يكون عندهم او بلاد جروب، واللي يكون عندهم ديكريز بالاسيديتي مال ستومك، ذول اكثر عرضه للسيفير انفكشن.
هسه نجي شلون بث فسيولوجي. بث فسيولوجي انه الفيبريو كلير من تدخل للانتستين شو تسوي لي؟ تروح تحفز الادينايل ادينايليت سايكليز. هذا الادينايل سايكليز من يتحفز راح يحفز لنا فتش كم خطوه اللوخ وياه، المهم كمحصله راح راح شو يصير؟ راح يزداد الانتستاينال سكريشن المهم لل H2O والكلورايد واذر الكترولايت ايضا. وين سكريشن؟ باليومن. راح يطرحها وين؟ راح يطرحها باليومن. بنفس الوقت راح شو يصير عندنا من جهه، الجهه الثانيه انه هو راح يسوي انهبيشن للشانلز اللي تسمح للصوديوم والكلورايد انه ترجع تدخل للانتيستين. وبالتالي شو يسوي؟ وكمحصله يعني هي تسوي تزيد الافراز وتقلل الابزوربشن، وبالتالي حيصير عندنا شنو؟ سكريتوري دياريا. زين، يعني شنو يعني ووتري دياريا؟ زين، نجي على الثاني شغله مهمه عندنا اللي هي الترانسميشن. شلون ينقل الكوليرا؟ الكوليرا تنقل خلينا ببالنا بانه هي عن طريق الووتر، اللي يعني بشكل عام هي فيكال فيكو اورال روت، بس بالتحديد هي عن طريق الووتر. يعني هي تقدر تعيش، يعني تخيل هي تقدر تعيش بالفريش ووتر لمده اسبوع 2 ويكس، بينما بالسالت ووتر لمده 8 ويكس. فبالتالي اي شيء يتلوث سواء ادوات سواء شيء ينغسل بهاي المي اللي هو ملوث بالكوليرا راح ينقلها، او حتى السمك اذا سمك عايش بهالمي ما راح ينقلها. وطبعا اللي ما يغسلون ايدهم ورا الواحد يعني عنده الكوليرا وما يغسل ايده ورا زين ورا الديفيكيشن راح ينقل لغير اشخاص ويصير عندهم. هسه نجي على السيمتومز. خلينا نقول خلينا نكون صريحين، انت شلون راح اعرف اني انه هاي ممكن تكون كوليرا؟ اقدر يعني ماكو فد كاركترستيك فيوتشر شويه يعني ممكن تخلي تعطيني هنت انه هي كوليرا. اولا حيكون عندنا فوميتنج ودياريا، ماشي؟ زين، انا يهمني هنا الدياريا. اول في اول ميزه انه الدياريا راح تكون عندها كاركترستيك ريس ووتر ابيرنس. يعني شنو ريس ووتر ابيرنس؟ يعني تشبه مي التمن. شو يعني شو يعني تشوف كلير فلويد وطافي عليه ميوكاس فيشبه مي التمن. هاي اول شغله مميزه. من تسال تقول يابا الدياريا مالتك شلونها؟ تقول لك مثل مي التمن. هاي اول شغله تخليك تفكر بانه هاي فيبريو كلير. ثاني شغله يقول لك الدكتور هي من اول يعني اول ما جيت من اول سمتوم من اول موشن مال دياريا لحد ما جيت انا يمك، يعني هي ما صار لها مثلا ما تعبر 12 ساعه. يقول لك وصار عندي يعني كلش واي فريكونسي، يعني لدرجه انه هو واصل مرحله ممكن مودريت الى سيفير دياريا بغضون 12 ساعه. فهاي السيفيريتي هم تخليك تفكر بانه هي كوليرا. فشنو هي؟ شنو السيفيريتي؟ اللي هو بين قوسين الفريكوانسي، يعني شنو يعني بغضون 12 ما يعبر 12 ساعه من الاونست وهو يصير عنده سيفير ديهايدريشن. ثالث شغله تخليك تفكر بانه هاي كوليرا دون على البقيه انه يكون عندك نو بين ونو فيفر، لاكو بين ولا اكو فيفر. فذني ثلاث شغلات تخليك تفكر بانه عندك كوليرا. اولا انه يقول يا بتقول تم تقول له الدياري مالتك شلونها؟ يقول لك مثل ما يتم. تقول له يقول لك ايش يقول له ايش قد صار لها ديوريشن؟ يقول لك دكتور والله ما صار لها 12 ساعه. انت حتى مرات اربع ساعات، يعني مو شرط مرات اربع ساعات وتشوف انه هو داخل في ديهايدريشن، يعني معقوله يعني الفريكونسي مال الدياري كلش هواي. ثالث شغله انه ماكو لا بين ولا اكو فيفر. زين، احنا بما انه هي داخله بسيفير ديهايدريشن بسرعه، شيء اكيد راح يصير عندها مشاكل مال الهايبو يعني نقصان الفلويد وهايبوفوليميا ومشاكل الالكترولايت، فراح نشوف عنده ديكريز البلد بريشر وبوستشر هايبوتنشن، راح نشوف انه عنده مشاكل على مستوى الالكترولايت، نقصان البايكربونيت راح يسوي له ميتابوليك اسيدوزيس وبالتالي كايسيمال بريثنج.
زين راح نشوف عند نقصان بالبوتاسيوم ويسوي لنا هايبوكاليميا اللي ممكن يسوي لنا مصل ويكنس وممكن يسوي لنا كرامب والى اخره مشاكل على الهارت. نقصان بالصوديوم والكلورايد ممكن يسوي لنا هيديك ديس اورينتيشن وممكن يسوي لنا حتى سيجر وممكن يسوي لنا كوما. زين وخيب بالنا بان احنا اللي يخوفنا بالكوليرا هي السيركوليتري فيلير ولانه هو اصلا سيلف ليمتد يعني لا تريد الواقع لان اغلب الحالات تكون مايلد. صحيح اغلب الحالات مايلد بس اكو مصطلح مهم كلش يسمونه كوليرا سيكا. شنو هذا المصطلح؟ هذا نوع نادر رير او فد تايب او فد مانيفستيشن نادر للكوليرا. يتميز بانه يكون شنو يكون عندك فيري intense illness يعني المريض يكون كلش يعني شلون خلينا نفسر هنا ابو الكوليرا سيكا يكون عنده دايليتيشن للكولون يكون عنده دايليتيشن بالكولون. زين هاي دايليتيشن بالكولون قمه الاعراض يعني هو عنده دايليتيشن بالكولون ويصير عنده كوليرا فشي يصير عندنا فالدياريا الفلويد مال الدياريا وين يروح؟ يروح وين؟ مال دياريا ما يطلع برا ليش يروح يجمع بالدايليتد كولون فممكن المريض يصير عنده ديث يموت بيها قبل ما تظهر عنده الساين والسيمتوم مال جاسترونترايتس وهي اكثر شيء خطره بالاطفال. زين هسه نجي نقول شلون نشخص يعني قصدي شلون شنو الانفستيجيشن نسويها. انفستيجيشن يعني هنا اثنين الاولى ممكن نسوي ستول دارك مايكروسكوبي شو نشوف بي نشوف بي شوتينج ستار موتيليتي مال من مال فيبريو كوليرا. ثاني واحد ممكن نسوي ريكتال سواب حتى ناخذ عينه او ناخذ عينه من الستول وش نسوي لها كلتشر ممكن بي سي ار تعال كي سي ار كل ما تخليه يخليه. نجي على المانجمنت. المانجمنت يعني نعرف انه قلنا بانه احنا ليش نخاف من الكوليرا من الديهايدريشن يعني تخيل بعض المرضى يحتاجون 50 لتر على مدى 3 الى 5 ايام يعني تخيل يحتاج 100 بطل ب 3 الى 5 ايام فتخيل ايش قد سيفير. واهم فقره نخليها ببالنا انه هنايا انه الرينجر لاكتيت هو اللي نستخدمه ليش؟ لانه المريض قلنا يدخل ميتابوليك شنو اسيدوزز فراح نستخدم الرينجر بالتحديد. زين هسه نجي على انتي مايكروبيال ثيرابي. احنا قلنا اذا تذكرون بالانديكيشن مال انتي مايكروبيال ثيرابي بالجاسترونترايتس قلنا الكوليرا هي يعتبر من الانديكيشن بس اذا كانت مايلد احيانا ما نحتاج بس اذا كانت مودريت الى سيفير نحتاج. وعاده ليش؟ لانه هي سيرف ليمتد ترى خلي بالك يعني سيرف ليمتد بغضون يعني خمسه تقريبا خمسه الى سبعه ايام. المهم شنو الانتي بايوتيك ممكن نستخدمها؟ الانتي بايوتيك ممكن نستخدمها ممكن نستخدم تترا سايكلين 250 ملي جرام 1 في 4 لمدة 3 ايام for 3 days ماشي او دوكسي سايكلين سنجل دوز 300 ملي جرام او ممكن نستخدم السبرو 1 غرام هم سنجل دوز ممكن ميثوبرين. زين هذا ني الستاندرد بس مؤخرا صار قامت ريسيستنت تزيد للمن قامت ريسيستنت تزيد للتترا وللدوكسي وللسبرو فاصبح الازيثرو واحد من الاهم يعني اتقدم وصار اهم من السبرو يعني يعطى بسنجل دوز وحده 1 غرام سنجل دوز اوكي. هذا ما يخص المانجمنت. بالنسبه للبريفنشن ما عندنا شيء غير انه المي لازم يتعقم وينغلي يلا ممكن يشرب اذا نتاكد ممكن وخليه اكو لقاح الكوليرا هم ممكن نستفاد منه.
خلصنا من هاي البكتيريا، نيجي على another one اللي هي الباسيلري ديزنتري بين قوسين شيجلوسيز. شيجلوسيز اولا جرام نيجاتيف رود، ثانيا بها 4 جروبس، كل حتى كل جروب السيفيرتي مال انفكشن ما تختلف عن الثاني. ثالثا تكون عندها ملتي دراج ريسيستنس، رابعا تصيب الهيومن اونلي، خامسا هايلي انفكشياس، يعني فقط 10 اورجانيزم ممكن يسوي لنا الديزيز. زين هاي الخصائص العامة مالته. بالنسبة لشلون تنتقل، هي مو قلنا هي تصيب الانسان اونلي، اذا هي راح تنتقل من هيومن تو هيومن، بيرسون تو بيرسون. يعني تحب المناطق الكراودينج، المناطق المزدحمة تموت عليها، يعني مثلا الحروب تكون بيها مزدحمة، الملاجئ، المدارس المزدحمة، كل تميت تموت عليها. اضافة لهذا الشيء ممكن تنقل ايضا من الانوشد هاند افتر ديفيكيشن وبالهوم سكشيال ايضا كونتاكت. كلينيكال فيوتشر يعني ماكو في شيء مهم، يعني هي حاله حال بقيه، هم تسوي دياري وبادي وبيولنت وفيفر وديهايدريشن ويكنس وتندرنس، بس ايضا يسوي لنا بوست انفكشن ريكتيف ارثرايتس. الدراج اوف تشويز هو سيبرو، وممكن ايضا الازيثرو يشتغل عليها، وممكن روكسيف ايضا ممكن يشتغل. السيبرو نعطيه 500 واحد في 2 مده 3 ايام، وهذا بالنسبه كل انواع البكتيريا. هسه ننتقل للبروتوزوا، واهم وحده بالبروتوزوا حاليا هي الاميبيسيس. الاميبيسيس او نقدر اميبيك ديزنتري هم ترهم. زين الاميبيسيس او اميبيك ديزنتري يعني اللي هي المسبب لها او الكوز مالتها هو الانتميبا هيستروتيكا، ماشي. زين احنا عندنا يعني مور ذان وان تايب، يعني اقل شيء ثلاث انواع من الانتميبا، بس اللي يهمنا فقط هي الهيستروتيكا بالجاسترونت، او اللي بقيت تكون يعني مو كلش باثوجينوك، يعني بس الانتميبا هيستروتيكا هي المور او الموست امبورتنت وان. والانتميبا هيستروتيكا سوينا ثلاث امراض، شنو هي ثلاث امراض سوينا ياهن؟ يسوين اميبك ديزنتري، ويسوين ليفر ابسيسز، ويسوين كوتينيوس اميبيسيس. احنا اللي يهمنا حاليا هي الديزنتري بالتحديد، وشويه هم الليفر ابسيسز على مود نخلص منها. وخلي بالنا بانه هي يعني الترانسميشن او الانتقال او السبريد مالته يكون عن طريق السيست، احنا مو عندنا بيها طورين، بيها طور السيست وطور التروفوزويد اللي ينقل اللي ينقل المرض هو السيست. هسه نجي على اللايف سايكل او نفس الوقت هي الباثوجينيسيس يعني، فنجي عليها ونشوف شلون نبدي. هسه او شلون تبدي الانفكشن؟ انفكشن انه شخص يعني اجى اكل فد يعني او بلع ووتر او انكوكد فود، بس هذا الووتر او انكوكد فود ملوث بيش؟ ملوث بهيومن فيسز. هذا الهيومن فيسز يحتوي على منو؟ على السيست. اوكي زين، هاي السيست وين راح تجي؟ راح تجي تدخل وين؟ توصل وين؟ توصل للكولون او بين القوسين الباول بشكل عام، يعني راح توصل للباول. زين مو خيبانه، مو فقط هاي طريقه الانتقال، ممكن الانال والاورال سكس ايضا ممكن ينقلها. من وصلت الكولون اللي هو هسه هذا بشكل عام نقول السيست شو راح يصير بيها؟ راح تتحول، راح تتحول الى الى شنو؟ راح تتحول الى تروفوزويد. فتروفوزويد زين، هاي شو راح يسوي تروفوزويد؟ راح تسوي لي انفيجن المن للوول، هذا الوول تروح تجي هنا تسوي لي انفيجن، شو تسوي لي اياه؟ تاكل لي اياه، فتحول لي اياه الى شنو؟ الى السر. هاي الالسر ميزتها ان تكون مشابهه اللي يسموها فلاسك شيبد،
السر، وكانما تحس مثل طاس يعني بلاستيك شيء بالالسر. المهم شو ما شبه شبهها، والسايز مالته يختلف من شخص لشخص. زين هاي الالسر ممكن يصير بيها بليدنج، فممكن يصير بيها بليدنج و يعني شيء يجي بليدنج ويساعدنا. شو يساعدنا؟ يساعدنا سيفير بليدنج، ماشي؟ فيساعدنا سيفير بليدنج وبس، ونادرا نادرا ممكن بيرفوريت، ماشي؟ نادرا ممكن يصير بيها بيرفوريشن. هذا هو اللي يعني نقول شلون بده يشتغل على الانتستين. بس بقسم يعني او ريرلي ممكن، يعني ممكن التروفوزويد تنتج لي، ممكن تنتج لي يعني يسوي انذر انفيجن، انه تجي هيك تجي على هنا تسوي لي، تسوي لي فد اميبوما او يسموها جرانيلوما، يعني تتجمع هنا تسوي الاميبوما او جرانيلوما. وين اكثر شيء يسوي لي هاي الاميبوما او جرانيلوما؟ اكثر شيء يحب يسويها وين؟ بالركتام. فبالتالي ممكن نحس وكانما اكو بلببل ماس بالركتام، او ممكن تظهر على شكل يعني ممكن تظهر على شكل ماس، او ممكن تظهر بالكولون على شكل فيلينج ديفكت. وين فيلينج ديفكت؟ براديولوجي. يعني شنو نقصد بالفيلينج ديفكت؟ يعني من يسوي اكس راي على سمعت عندك هذا كولون، مو فيلينج ديفكت يعني اكو شيء صاير، هي صاير فشيء من فراغ، يعني شلون اقول لك؟ يعني هيك صاير هيك ونايم من نفس الشيء، فهيجي تحس وكأنه ماكو فشي فيلينج ديفكت. يعني المهم هذا يسمونه فيلينج ديفكت بالراديولوجي. فعندنا شغلات يعني عندنا ساين مال كارسينوما، فلازم نستبعدها على الرغم من انه هي هاي الاميبوما رير، بس لازم ننتبه انه ممكن احيانا تروفوزويد يسوي السر، ونادرا يسوي اميبوما تظهر على شكل ماس او فيلينج ديفكت. لازم نستبعد الكارسينوما هاي على مستوى الانتستين. احيانا التروفوزويد ما تكتفي، تجي منها تجي يعني هسه هي مو حاليا بالانتستان اليومن، هاي التروفو تجي منها عن طريق البورتال فين، تروح لك وين؟ تجينا تروح وين؟ تروح للليفار. فتجي للليفار، وش راح يسوينا بالليفار؟ عن طريق البورتال فين دخلت من هي التروفوزويد، جيت سويت لي ملتيبليكيشن وسويت لي شنو؟ ابسيسز، ماشي؟ سويت لي ابسيسز، سويت ديستركشن البرانكايما ملتيبليكيشن وسويت لي ابسيسز. هاي الابسيسز راح ممكن احيانا على الديافرام يضغط 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 يحمس بالفريشن ويروح على اللانك ويسوي لنا مشاكل باللانك. هاي الابسيسز اذا تاخذ منها فد يعني اسبيريشن بالبدايه ايرلي اون تكون بينكش كلر، بس بعدين شو تتحول الى شوكليت. الاو براون كلر، ماشي؟ هاي بالنسبة لللايف سايكل او بايو فيزيولوجي. نجي على الكلينيكال فيوتشر. الكلينيكال فيوتشر نقسمها، هل هي ديزنتري؟ الديزنتري اعراض الديزنتري تختلف عن اعراض الليفر. فالديزنتري اغلبية الحالات تكون اسمتوماتيك، اغلبية الحالات هي اسمتوماتيك، والانكيوبيشن بيريود مالتها تكون تقريبا يعني من اسبوعين الى ممكن يوصل الى ييرز. لذلك المريض من راح يجينا بالعياده وهو جاينا يعني نتيجه انه عنده اكيو دياريا، فمن نسال عن بالهيستوري مالته ونقول له يعني قبل كان عندك هيك، حيقول لك اي كان عندي كرونيك كورس. يعني هو يكون ابو الديزنتري لانه الكوبيش بيد ما طويله، ممكن يصير عنده كرونيك كورس، يعني ممكن يقول لك قبل كان عندي شويه ابدومينال بين ديسكمفورت وشويه مرات تجيني سهال وتروح هيك، فممكن هذا الشيء يخلينا نعطينا هيد. اضافه لانه يساعدهم بين بالرايت لور كوادرنت، وين؟ نفس المنطقه مال الابندكس، فلازم نستبعد الابندكس ابندسايتس. اضافه لحين ممكن يشابه، فممكن يشابه الابندسايتس وممكن السيرتيف كولايتس وحتى ممكن يشابه الباسيلاري ديزنتري. بعد بقعدنا الاميبيك. زين نجي على الاميبيك. الاميبيك قصدي اميبيك ليفر ابسيسز، اولا هي اكثر شيء بالرايت هيباتيك لوب، ويكون عندنا بها جزئين. او بالبدايه يكون عندنا ايرلي سيمتوم. ايرلي سيمتوم تكون عباره عن فد لوكال ديسكمفورت وياها مالايز، لوكال ديسكمفورت وشويه مالايز وياها، بعدين يبدي يتحول الى سوينجينج بايركسيا وسويتينج. زين وشويه سيمتوم الثانيه ما تكون كلش واضحه. بعدين يبدي الليفر يصير بي لارج
بعدين يبدي يصير عندنا كاف. ليش كاف؟ لانه يبدي يضغط على الديافرام ويصعد. بعدين يساعدنا رايت شولدر بين، نتيجة الريفيرد بين، وحين زين وراها ممكن يصير ربتشر باللانك او بالبلورا او بالريكارديوم ويسوي مشاكل. واحيانا يجيك كلش فيك سيمتوم وساين، يعني هاي الكاسكيت كله ما يصير. ماشي. بالنسبه هسه ننتقل الى الانفستيجيشن. زين ايش راح نسوي انفستيجيشن؟ الانفستيجيشن راح نسويها هم نفس الشيء، نقسمها ديزنتري لو مايكروسكوبي. اذا ديزنتري شو راح نسوي؟ اذا ديزنتري راح نقسمها اولا الى مايكروسكوبي، راح نشوف الستول، نشوف هل اكو بي موتايل تروفوزويد كونتيننج ار بي سي. وخلي بالنا بين العينة كل ما تبرد كل ما تقل الموتوليتي. ثاني شغله نسوي سيجمويدوسكوبي، نشوف اذا كان عندنا فلاسك شيبد السر. ماشي. هاي بالنسبه للديزنتري، وطبعا نقدر نسوي بي سي ار، هذا الشيء منتهي منه. بالنسبه للليفر شنو انفستيجيشن؟ اول شيء راح يكون عندنا نيتروفيليك ليكوسيتوسيس، هاي وحده. ثاني شغله نسوي تشيست اكس راي. ليش؟ حتى نشوف ريسد رايت هيمي دايفرام. ماشي. والالترا ساوند راح يسوي كونفيرميشن انه شو، والاسبيريشن راح يشوف لنا شوكليت براون كلر. وخلي بالنا ممكن ايضا بالحالتين سواء ديزنتري او ليفر ممكن نسوي بي سي ار، وممكن نسوي سيرم انتي بادي. بس سيرم انتي بادي يكون بوزيتيف 95% بجماعه الليفر وفقط 60% بجماعه الديزنتري. زين نجي هسه عاد على المانجمنت. بالنسبة للمانجمنت راح تكون عبارة عن قسمة قسمين. الأول إذا كانت عندنا ديزنتري أو مايلد أبسيسز بالليفر، بالحالة الفيرست لاين مالتنا راح يكون هو الفلاجيل. شو راح نعطي؟ راح نعطي فلاجيل. بس شنو الجرعة مالتنا؟ 800 ملي جرام 1 في 3 لمدة قد 5 إلى 10 أيام. ماشي. زين هذا هو الفيرستاين. الالترناتيف شنو هي البدائل اللي عندنا؟ البدائل اللي عندنا ممكن ننطي تينيدازول او اورنيدازول. الاورنيدازول اثنيناتهم ممكن ننطيهم جرعه 2 غرام سنجل دوز ديلي لمده 3 دايز. ماشي. ورا ما نخلص التريتمنت بذني واحدة من ذني يعني اللي اختاريناه، راح نشين نكون تخلصنا من الترافو. زين بالنسبة لل شو حيبقى عندنا مشكلة؟ راح يبقى عندنا اليومينال سيست. شلون راح نتخلص منها؟ لأنه إذا ما تخلصنا منها راح يساعدنا ريلابس. نتخلص منها الفيرست لاين حتى نتخلص الدراج اللي يعتبر فيرست لاين حتى نتخلص من هاي المشكلة هو البارومو مايسن، او السكند لاين اللي يجي وراه هو الديلوكسانايد. اثنيناتهم ممكن نعطيهم 500 ملي جرام 1 في 3 لمده قد 10 ايام. واذا كان عندنا سيفير ابسيسيس فلازم نلجأ الى اسبيريشن وسيرجري. بالنسبه يبقى عندنا موضوع الجياردية. الجياردية قلناها صفاتها، قلنا بانه هي اكثر شيء بالتشيلدرين والامينكم برومايز، اكثر شيء باليو كي، هي تعتبر موست كومن باراسايت باليو كي. تسيب اكثر شيء دودينام وجوجينام. انكوبيشن بيريد مالتها 1 إلى 3 أسابيع. وتسوي لها ابدومينال بين ديستنشن وتنسماس ونوزيا وفوميتنج وانوركسيا. وعلاجها تقريبا نفس العلاج مال الهم فلاجيل تنيدازول اورنيدازول. وتسوي لنا استياتورية ومالابزوربشن. وبهذا نكون خلصنا المايكرو اورجانيزم اللي سوينا غاسترو انترايتس واهم النوتات اللي تخصها.